نظم مجلس شباب الثورة في أرخبيل سقطرى فعالية احتفائية وتضامنية بمناسبة الذكرى 13 لثورة فبراير، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان راشن. ورفع المحتشدون أعلام اليمن وفلسطين تأكيدا على وقوف جميع أبناء اليمن عامة وأرخبيل سقطرى مع فلسطين باعتبارها قضية الأمتين العربية والإسلامية. وجدد المحتشدون وقوفهم وصمودهم مستلهمين الدروس والعبر من ثورة فبراير التي تقتضي محاربة العنصرية والمذهبية والسلالية والمناطقية وجميع صور الماضي البغيض وأدواته ووسائله. ونحن نحتفل اليوم بالذكرى 13 لثورة فبراير. كان خروج الجماهير ضد مشروع التوريث المشروع الوحيد لسلطة فشلت في تأسيس دولة تحتكم إلى المؤسسات والقوانين. واليوم لا تزال الجماهير التي تعاني من تسلط الميليشيات وتدخلات الخارج لديها الفكرة نفسها، وهي رد الاعتبار للجمهورية، وهذا لن يتم إلا إذا انتهى عصر الميليشيات، وهذا جوهر ثورة فبراير، وهذا ما ينبغي أن يكون لكي يستعيد اليمن عافيته. أيها الأحرار، أيها الثوار، ونحن نحيي هذه الذكرى العظيمة، ندرك أن النيل من ثورة فبراير يفتقد للإنصاف والنزاهة معا، فهو بمعنى من معاني الدفاع عن حقبة تنفيها الاستهتار دار بمؤسسات الدولة وتكريس المحسوبيات وإضعاف الجيش وإدارة البلد بالأزمات وإضعاف الحياة السياسية، وصولا إلى إفشال الانتقال الديمقراطية الذي كان سينتج سلطة تكون مسؤولة أمام الشعب. يا أحرار فبراير، لقد أسهم الانقلاب على ثورة فبراير ومضامينها المدنية في صعود المشاريع المتطرفة التي تنطلق من شعارات عنصرية ومناطقية متحدية كل ثوابت الحركة الوطنية اليمنية ونضالاتها خلال أعوام ماضية. أثبتت فيها الأحداث أن مثل هذه المشاريع غير وطنية، ما كان لها أن تحقق هذا الحضور لولا دعم ورعاية بعض دول الإقليم التي تعتقد أنه آن الأوان لترتيب البيت اليمني وفق مصالحها لمصلحة الشعب اليمني. احتفلنا اليوم بالذكرى 13 لثورة 11 فبراير المجيدة، وهي خرجت على النظام الاستبدادي المستبد الجاثم على الشعب اليمني 33 سنة. وبخروجنا اليوم في هذه الاحتفالية المباركة، واليمن تمر في ثورات مضادة لهذه الثورة العظيمة، أيضا لا ننسى إخواننا في غزة الذين يعني قمعهم الاحتلال وأبادهم في إبادة جماعية، والعالم يتفرج ولم يحرك ساكن. لذلك نندد من هنا من سقطرى بهذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني لإخواننا في غزة، ونتعلم أيضا نحن ثوار اليمن، ثوار اليمن نتعلم من هذه من هذا الصمود الأسطوري الذي قام به إخواننا في غزة، أطفالا ونساء ورجالا.